شكرا كابتن محمد، انت اكيد ليك دور كبير في ده ككابتن فريق، لان انا مش هقدر اعمل كده كجهاز الا ما يبقى كابتن الفريق اللي بيمثل اللعيبه معايا وفاهم انا بعمل ايه. انت شك نفسي، شك مهاري بدني، شك مهاري، شك بدني، تكتيكي في الملعب، كل ده ليك دور. التنسيق بينك وبين الجهاز الفني بيحصل ايه؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك قبل كده، حته ان انت تبقى كابتن فرقه في النادي الاهلي دي حاجه تقيله جدا، لان يعني انت على طول مطالب ان انت تكسب، على طول مطالب ان انت تحقق بطولات. صحيح. فطبعا انا كان في تعامل ما بيني وما بين الجهاز الفني كتير جدا، في زي ما تقول كده حلقه الوصل ما بين القرارات اللي هتطلع من الجهاز الفني فوق والفرقه او اللعيبه تحت، وفي نفس الوقت بتوصل صوت اللعيبه او بتوصل صوت ظروف اللعيبه للجهاز الفني. صحيح. بحيث ان تبقى المنظومه كلها ده فاهم ده وده فاهم ده بالظبط. فدي يعني حاجه تقيله جدا ان هي حابب الدور ده، حبه يعني. اصل خلي بالك في كباتن فرقه، انا كنت واحد منهم على فكره، كنتش حابب اعمل كده بامانه. انا جيت عليا في المنتخب قال لي انت كابتن فرقه، قلت لهم لا مش عايز، انا بتكلم بس مش عيب. قلت لهم يا جماعه انا اركز في نفسي. انت حابب الدور ده؟ انا فخور بالدور ده، مش حابب ما شاء الله. انا فخور لان انا يعني الحمد لله الفرقه يعني السكواد الموجود، يعني انا مش اخوهم الكبير، انا اخوهم الصغير، يعني انا بتعامل معاهم ان احنا كلنا نفس السن. فالناس ديت بجد انا اتربيت معاها، وبجد انا يعني بعز كل واحد فيهم معزه يعني فوق الوصف. شفتك حتى في افطار رمضان انت اللي عمال تشيل وتحط وتجيب وتقعد وبتاع، يعني حسيتك يعني حاسس بالمسؤوليه. ايوه طبعا مسؤوليه كبيره، طبعا مسؤوليه كبيره في الوقت اللي انت فنيا كمان. زي ما قال كابتن سيف النهارده ليك دور كبير في الملعب، مش بس كابتن فريق او رمز، لا ده انت النهارده بتشارك في اوقات مهمه جدا في ارض الملعب. ما ينفعش دي تخليك تنسى دي. صحيح. انت الفرقه محتاجاك، ومحتاجه ان انت تبقى موجود، محتاجه ان تبقى موجود بروحك، ومحتاجه ان انت تبقى موجود فيزيكال او بادائك، فالاثنين مهمين. تعرف انتوا محظوظين بامانه مع بعض، المجموعه دي بامانه مجموعه محظوظه. الله اكبر، يا رب يحفظكم. انتوا خدتوا عين فعلا بالاصابات دي، خدتوا عين طبعا. اسمعني ليه؟ لان صدقني ده مدعى للحسد.